انبعاثات سامة خلفها مصنع الإسفلت المؤكسد في الديوانية فاقمت الوضع الصحي للعديد من أبناء منطقة الزيادة، ما دفع بالمواطنين إلى إطلاق المناشدات للحكومة الاتحادية بضرورة التدخل العاجل لنقله من المناطق السكنية بعد أن تسبب بأمراض خطيرة منها السرطان وحالات اختناق عديدة. التفاصيل مع مراسلنا سيف علي في هذا التقرير. إصابات بأمراض عديدة وحالات اختناق سببتها انبعاثات معمل الإسفلت المؤكسد هذا بمنطقة آل زياد في الديوانية. كرار أحد المصابين بمرض خطير جراء هذه الانبعاثات، ومثله الكثير من أهالي المنطقة بحسب تقارير طبية تبين أثر هذا المعمل الذي يقع بالقرب من منازلهم السكنية. كلها انصابت وواحد معدهم آني، ويعني دمرت حالتي كلش. يعني رحت البغداد يعني شايلين شيل، من رحت البغداد قالوا لكم يا معملكم، قلنا لهم اي، قالوا فهو هذا السبب من عنده. هاي الناس كلها تطلع يعني تختنق من البيوت، تطلع لبرا تختنق، يصير غاز معمل مؤكسد. هي اللي هو الدمار للأكسدة. صارت عندنا داير ما داير المعمل بحدود ال 13 اصابه سرطان. لا غير اثنين توفوا. الاهالي خرجوا بوقفات احتجاجيه وناشدوا الجهات ذات العلاقه ولمرات عديده لكن دون جدوى، ليطالبوا بنقل هذا المعمل الى مكان اخر بعيد عن المناطق السكنيه. اشتكينا بالبيئه، اول ما رحنا للبيئه قالوا البيئه احنا هذا المعمل ما عندنا علم به ولا نندله وما عندنا معلومات عنه. يومين نجي نسده. انتظرنا يومين ما اجت البيئه، ردينا للبيئه، المهم اختلف الحكي، صار الحكي ما ادري شلون. ردينا اشتكينا بالمحكمه بالنزاهه، اول ما اشتغل المعمل خلال يعني شغل اشتغل ثلاث ايام اربعه صارت هاي الريحه والسموم والش اسمه، اشتكينا. ما خلينا دائره ما رحنا ليها، تشوف احنا هسه عندنا قناعه المنطقه كلها اذا قنبله ذريه هنا بيم المعمل يقولون هذا المعمل ما بيش. ناشد الدوله ان تسوي لنا حل. من الديوانيه سيف علي، قناه دجله.